السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حابب يكون عندك في الفل والياسمين والجاردينيا وكل النباتات المزهرة اللي عند سيادتك في المنزل، يكون عندك تزهير غزير ونمو جديد ومستمر بنفس الشكل، لو لاحظنا كل الشجرة زهر وكل الشجرة فيها مواد جديدة، في مواد جديدة وتزهير جديد، وهو ما شاء الله في التزهير وفي النمو بشكل مش طبيعي. لو لاحظنا هنلاقي عندنا الزهرة ما شاء الله كل الشجرة بالكامل مزهرة وكل الشجرة بالكامل بتنمو. وغير كده لو لاحظنا هنلاقي عندي أكثر من عمر، هنا زهرة فتحت وهنا زهرة لسه بتفتح وهنا لسه زهرة بتفتح، وعندي أزهار لسه بتتكون، وهيكون عندي استمرارية في عملية التزهير. لو لاحظنا هنلاقي هنا دي أزهار لسه أصلا بتتكون، لسه ما تكونش الزهرة دي. لو لاحظنا هنلاقي هنا عندي ده زهر ده زهر، عندي الشجرة ما شاء الله بتزهر بغزارة وبشكل قوي جدا. كل ده مش هيكلفنا ولا قرش ساعة ولا تعريف حمر هيكلفنا الموضوع، كل اللي انا هستخدمه هو محلول طبيعي من المنزل، وعندي اكثر من طريقة لاستخدام محلول، هنشوف له اكثر من طريقة. قبل ما نبدأ في عملية التسميد هنقلب سطح التربة نفس الطريقة، وده أمر مهم جدا إن احنا نقلب سطح تربة أي قصيص أو أي نبات عندنا سواء زرعينه في حديقة المنزل أو في القصيص أو في البلكونة. تقليب سطح التربة عملية بتوازي عملية العضيق في المشاريع الزراعية. هقلب سطح التربة وبعد كده هاخد الأرز. في أكتر من طريقة لتسميد بيه الأرز، منها إن احنا نخمر الأرز بالمية وده ليه فيديو منفصل، ومنها إن احنا نضيف الأرز بنفس الشكل ونقلبه على سطح التربة. لو سيبنا الأرز على سطح التربة بدون تقليب مع التربة هيحجر وهيعمل طبقة حجرية، لكن ضروري هو إن احنا نقلبه بنفس الطريقة، والأرز هيفضل موجود مع التربة، وكل ما نروي كل ما هيتحلى الأرز ويسمد النبتة عندي. وهنا يساعدني في النمو الخضري وفي النمو السهري. بعد كده هروي ريغا. هكرر العملية دي كل ما الاقي الارز اللي انا ضفته اتحلل، ممكن اضيف دفعة جديدة. كل ما الاحظ تحلل الدفعة اللي موجودة ممكن اضيف دفعة جديدة، وده هيكون بعد مرور 15 يوم. هنا ما شاء الله الزهر والنمو الخضري، هنلاقي باستمرار عندي تزهير، زهر بيفتح ونمو خضري بينمو واوراق جديده بتنمو، وعندي تزهير وزهر بياقط وزهر لسه بيزهر ونمو زهري ونمو خضري، وهيستمر عندي النمو الزهري والنمو الخضري طول ما انا بستخدم المحلول. هنا زي ما حضرتك شايف الزهر كله اتفتح والنمو الخضري مستمر والنمو الزهري مستمر. لو لاحظنا النمو الزهري في بدايه ظهر يستمر.